هو احنا ماشي شي مؤسسه ولا شي تيار سالوا على الخطوه، احنا كندبروا اليومي. احنا قلنا عبرنا على واحد الراي، كنأملوا انه تكون لقاءات مع اخوان ديالنا بما فيهم الاخ كاتب الاول في الايام المقبله عن طريق اخ ديالنا السي عبد الواحد الراضي، ونتمنوا اننا نوصلوا لواحد الطريقه اللي المؤتمر يكون عرس حقيقي لجميع الاتحادات والاتحاديين. طبيعة الحال بالاضافه للاشياء اللي سمعتوا قبيله اللي قلناها، ما عندناش مرشح. احنا ماشي حركه لا تصحيحيه، واحنا ماشي تيار في الحزب. احنا قلنا كنقولوا الطريقه ديال تهيئ المؤتمر ماشي قانونيه وماشي صحيحه ومخالفه للعقليه ديال الاتحاد. ما عندناش مرشح هنايا، الا شي واحد بغى يترشح في الصغيره هذاك الشيء الشخصي ديالو، اما احنا كمجموعه لن نقدم مرشح. انا شخصيا لن انقل حزبي الى القضاء، هذا شان حزبي سيدبر حزبيا، ولن اقيم لا دعوه لا باسمي ولا بصفتي محامي على حزبي. هذا حزب عنده واحد الوضعيه ديالو، المناقشه غتكون بداخله. عندنا مؤسسات ديالنا، عندنا لجنه التحكيم ديالنا، سنشتغل بداخلها، اما خارجها هذا موضوع بالنسبه لي شخصيا لن يكون.